أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. مستمعي راديو الثورة، أقدمت عصابات الأسد على إزالة الساعة القديمة في مدينة حمص المحتلة منذ أيام. رح نستطلع معكم آراء أهالي مدينة حمص المهجرين في مدينة إدلب حول إزالة الساعة، والتي تعد من أهم رموز حمص القديمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شو بتعني لك ساعة حمص القديمة، وشو رأيك بإزالة الساعة من قبل عصابات الأسد؟ والله يا أخي، هلا هي الساعة، الساعة هي روحنا، هي مجرى دمنا، يعني مثل ما بقولوا هي التراث تبع حمص يعني. ولما زال هذا النظام الفاجر الكافر، يعني ما في شيء على شيء جديد. اللي قتل الشعب وهجره ما وقف على حجر يعني. معلم، هذا تعني ساعة حمص القديمة يعني التراث تبع البلد وقت انشال النظام. يعني هذا هاي الساعة من قبل ما نخلق، نعدور قبل أبهاتنا هاي الساعة موجودة. يعني إن شاء الله بس كان يمحي التراث تبعت البلد النظام، بس ما أكثر، كان يمحي الحماس اللي دامه. هلا أول شيء ساعة حمص هي تراث لنا يعني، وتراث من أجدادنا، هاي يعني من زمن أجدادنا موجودة هلا، يعني فوق التهجئة تبعنا، فوق الظلم اللي عم يشي ساعة حمص. نحن ما أنا موجودين هنيك، ولكن إن شاء الله نعود يعني لهذا المكان إن شاء الله. ولو إنه نحن موجودين هنيك ما كان استاجه شيء له، بس ولكن يعني إنه عم ياخد استحكامه إنه نحن ما أنا موجودين، وخيانات الدول هي اللي عم تأيده بهذا الشيء. لولا خيانات الدول إلا ما كان استاجه، لا ياخد من ولا شبه من حمص ولا شبه من أغاد سوريا. والله ساعة حمص القديمة بتعني لي يعني كتير شغلات، هي رمزنا يعني، وهي تراثنا وتراث أجدادنا، وقديم كتير يعني، وتعليل كتير يعني. والله لا يوفق النظام يعني، شال يعني بلش يشيل من التواريخ تبع حمص يعني. هاي أول بادري بلش يشيل الساعة، الله يعلم شو بده يشيل بعدها. الساعة حمص القديمة هي رمز من رموز حمص، وبهاي الساعة تحديدا صار يعني مجزرة لشهداء، صار في إعدامات لشهداء، صار مجزرة من أكثر من 100 سنة. وفترة الثورة كمان صار في مجزرة الساعة اللي بين الساعة القديمة والساعة الجديدة. فممكن يكونوا هلأ شبيحة رجعوا لموضوع حلم حمص اللي هني عم يحلموا فيه، بإذن الله ما رح يصير، ونحن رح نرجع حمص فاتحين وما رح نخليهم يعملوا هذا الشيء. شكرا لك، حياك الله. تعد ساحة مدينة حمص من أهم الرموز القديمة والتاريخية بالنسبة لأهالي المدينة، حيث تم بناؤها منذ مئات السنين، وشهدت ساحة الساعة مظاهرات شعبية حاشدة منذ انطلاق الثورة السورية، وأقدمت عصابات الأسد خلال الأيام الماضية على إزالتها في تحدي واضح ومستفز لأهالي وثوار المدينة المهجرين والمقيمين فيها. كان معكم شامل الحمص لراديو الثورة مدينة إدلب.